فندم. دكتور سعيد، حضرتك شايف انه مفيش نتيجة انه جهات كتيرة بتقول لك انا بشتغل وبتكلم في مسألة اضرار او مشكلة او قضية الزيادة السكانية، لكن الحقيقة أنا بيهمني النتائج وبيهمني الأرقام. النتائج مش في صالحنا ولا الأرقام في صالح إيجابية الموقف. لا طبعا الأرقام مش في صالحنا. أولا مصر الفرعونية كان عدد السكان من أرجوكوا علوا الصوت من 1.5 مليون لأربعة مليون، ولما إجى نابليون بونابرت في أوائل القرن ال 19 كان العدد السكان 4 مليون، وبعد كده هو ابتدت الارقام تتضاعف بالطريق بصوره يعني رهيبه. في الثلاثينات حذر علماء الاجتماع ان التجار السكاني لا يتماشى مع المصادر الطبيعيه لمصر. في الثلاثينات؟ ايوه، وكان في تحذيرات كثيره من علماء الاجتماع وذكروا ان احنا عايشين على 6-7% من مساحه مصر. الإمكانيات المياه قليلة، المصادر قليلة، فلقد الإجابة اللي هو مش طبيعي. لما بتخلفي 2.5 مليون نسمة في مثلا بلد زي لبنان 6 مليون بيعملهم بتعملهم 3 سنين، بلد زي تونس 11 مليون بعملهم في 4-5 سنين. لا فندم، احنا بنزيد مليون فرد في 232 يوم. طيب ما هو اللي انا ما عنديش مصادر طبيعيه، هي الزياده اغلبها في الطبقات الفقيره، يعني الطبقه العليا والمتوسطه ابتدت تدرك الرساله بتوجهيها ان ده خطا وان ده هيعمل مشاكل، ولانهم بيحاولوا الحفاظ على مستوى المعيشه. الطبقات الدنيا وكمان بعض الاشخاص اللي ما عندهمش الثقافه العلميه في الموضوع دوت يقول لك العيل هيجيب، تلاقي واحدة طالعة في التلفزيون تقول لك أنا عندي 7 عيال أكلهم منين يا حكومة؟ طب هي مش حكومة هي اللي خلفت السبعة؟ ما هي اللي مسؤولة عنهم. ما حدش بيحسب إزاي لما أخلف هربيهم إزاي؟ هل عندي فلوس التعليم؟ المستشفيات؟ الرعاية؟ الزحمة الرهيبة اللي أنت شايفاها في مصر بتؤدي كمان للانفجار السكاني إلى تدهور جميع الخدمات اللي عندك، الخدمات الصحية، الخدمات التعليمية، المرور، الزحمة في كل مكان. كل مشاكل مصر جاية من التطرف، الجريمة، الانفجار السكاني. لازم تبص على هذا الموضوع، هو ده المأساة. ما اقدرش ادرس مصر في 70-80 طفل وبعدين متوقع ان انا هعمل النتاج اللي انا بلاقيه في بلد بتدرس فصل مثلا 10 ولا 8. لا يمكن. فطبعا الكارثه دي محتاجه القوانين حاسمه. القوانين دي ايه؟ اولا مش كفايه ان وزاره السكان تقول ان تقلل لكل اسره، لا، لازم في اجراءات رفع الدعم، المنع مثلا من الترقيات، يبقى في عقاب، زودي ضرائب عليهم. او انت عايز تخلف وبعدين تقعد تقوم في الشوارع ويبقى مجرم ويبقى ارهابي، وبعدين تقول لك الحكومه ليه ما بتقتلش 7 عيال بتوعي؟ ما هو مش ممكن. لازم انت القوانين محتاجه تتطبق، قوانين عنيفه. الصين عملت قوانين والناس قعدوا يمتحوها، لكن عارفين انها يمكن كانت تعرف بعض البلاد بالثقافات، لان لسه ناس معتقده ان انا لما اخلف كتير بلا حدود ان ده حاجه دينيه. ما هوش واجب ديني ان اخلف 7 عيال ومش عارف اكلهم ولا اشربهم ولا اعلمهم، لا، ده واجب ديني. في خطاب ديني كويس موجود في الازهر، لكن في ناس بيدوا خطابات ثانيه في الريف عكس هذا الخطاب، وده اللي بيسمعوه. يعني الناس دي بتطلع هذه الخطابات المناهضه بيسمعوها الناس هناك اكثر من الخطاب العقلاني والخطاب والاعلام المستنير. هو لسه بيسمع الخطاب خلف 7 و8 و10 وهكذا. فانت عايزه اجراءات قانونيه. لو عندي مثلا 30% من الشعب المصري اميه، طب انا امنعها ازاي؟ يجوزوا بناتهم الاميين. لو انت اصريتي ان ممنوع عقد جواز متطلباته ان يبقى ما عندك شهاده نحو اميه، على الاقل المتعلم هيبقى عنده نوع من الفرمله شويه في موضوع الانجاب لما يعرف. ده مثلا ده من ضمن الاقتراحات انه طبعا القانون هو اللي هيظبط الموضوع، انما هتفضلي تعتقد الناس هيبقى عندها وعي. قالوا في ناس ما بيسالوش، حتى بيبقى فقر رهيب ولسه بيخلف الطفل الرابع والخامس ولسه بيفكر عايز كمان، وبعدين يقول لك ربنا يرزقهم، ربنا مش هيرزقهم.
انت ما انتش عارف تجيبهم فلوس ولا عارف تعلمهم ولا عارف تعمل حاجه، وبعدين فاكر الدوله يلا يا دوله علمي لي ولادي. هل ناخد من نماذج مثلا، بدردش مع حضرتك دكتور سعيد وبستفيد بعلمك، يعني هل تاخد بعض نماذج لبعض الدول عملت ايه؟ لما حضرتك طرحت دلوقتي فكره مثلا انه لازم يبقى معاه شهاده محا اميه مثلا، يعني علشان يعرف يعني ايه انه لما هيخلف ثلاثه اربعه هو نفسه مش هيقدر يصرف عليهم. يعني في اسكندنافيا عندهم الظاهره دي بيخلي اي حزبان، ودي بلاد متقدمه، فاثروا بعد كده تعمل عقد جواز شهاده التعليم عشان الانجاب والتربيه عايز يفهم، مش حد جاهل، مش هجيب جاهل يخلف يتجوز جهله ويخلف بعدين تستعجب ليه المجتمع. على فكره تكلفه فاتوره الجوازه دي الكل بيتحملها مش هو بس. لا لا، ما هو الكارثه اما طبعا هيرموهم لك في الشارع ويجي لك بقى متسول، يجي لك حرامي، يجي لك واحد حائد على المجتمع، ارهاب، سبع بظالم، او بيقول مش عارف اكل عيالي يا جماعه ساعدوني. بالظبط. احنا بندفع ثمن الموضوع دوت زي ما انت شايفه، حتى لو تفتكروا ايام كورونا حصل عنف في المنازل ليه؟ لان البيوت ضيقه، في البيت مثلا فقط او ثلاثه اشخاص، لا في سبعه. كان الراجل يشتغل يروح بعد كده بالليل في القهوه ويرجع بالليل يكون الاولاد ناموا وامهم نامت فيقعد في هدوء، لما قعدوا بقى في البيت اكتشف الكارثه اللي هو عامل في الضيق، هو بيخلف ناس كتيره ومش عارف يربي ده كله، فبقى طول الوقت ومعارك بيت مع الجميع. الاطفال طالعين حقدين ليه؟ اصدقائنا في المدارس عندهم موبايلات وعندهم مش عارف ايه وبيفتحوا فين، واحنا غلابه احنا عندنا عيال كتير واحنا ابونا عقارب بيعمل كده. الاب اللي بيخلف ومعهوش فلوس يعلم ولاده ولا يعلم ولا يراعي ولا يحافظ عليهم، ده مجرم. انا بصنفه مجرم، انا ما بصنفوش اب، انا بصنفه مجرم، مجرم في حق امه، مجرم في حق بلده، مجرم في حق المجتمع. وبعد في كده في دول صنفت الناس دي كده بانها مجرمين. مش بصنف، هي مش ما هو مش تصنيف اجرامي بمعنى انه قاتل. نعم 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 نعم، من ناحيه سياسي، من ناحيه اجتماعيه، في حاجه اجتماعيه بتعملي كارثه. يعني لما مثلا اهمل في صحتي انا مجرم في حق نفسي ومجرم في المجتمع، لما اموت اهلي هيعملوا ايه واولادي هيعملوا ايه وماضي هتعمل ايه؟ فطبعا ده اعتبروا هذه القضيه زي قضيه الارهاب بالظبط. بس دي بقى ايه؟ منسحبه، الناس بتعتقد حاجه بسيطه، وايه يعني الناس ما خلفتش ست سبع عيال ومتعصب فيهم ومش مشكله. وبعد طيب دي 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 مشكله، دي مشكله مين في درجه الوعي؟ خلينا لو بنتكلم في حوار مفتوح. الدوله لما يبقى صاحب الولاد الكتير مش معني بانه هو سبب في مشكله حتى لنفسه شخصيا. القانون بقى يوعيه، القانون يوعيه. لما يبقى المجتمع متخلف، لما يقول لك انا ختان البنات، مين اللي هيوعي وعي ويقول لك اسمع هنا القانون اللي ما اقدرش اعمله بالتوعيه والتعليم هوعيه بالقانون. القانون القانون اللي طبق منظره تطبق. طب في تقدير حضرتك لو بتتسأل نحط بند ايه في القانون من وجهة نظرك كأستاذ علم اجتماع تقول نعمل ايه؟ قانون. واحد اقود الجواز ما الا مع المتعلمين، كأمي اعمل شهادة محو أمية والزوج كده هنمحو، عمل شهادة محو الأمية وراح خلف كتير. لا مش هي دي الحل. بعد الطفل من الموضوع الحاجات اللي هي الدعم الاقتصادي للجميع مع الدعم، تحط عليه الضرايب، تحط عليه مش هتعامل مع ده. هم تقريبا الناس دي يعني ما عندهاش وظيفه، انت بتتكلم في ناس ما عندهاش وظيفه بشكل واضح يعني. والله بقى في اعنف، لكن هي عايزه طبعا قضية وتنفذها تعقيم. عايزه ايه يا فندم؟ تعقيم منعهم. يا خبر ابيض. ايوه هعمل، ما هو انت بيعاملك بعنف.
هي دي اللغه اللي هيبقى. بس دي لغه قاسيه شويه يعني، هتطلع عليك، هتطلع عليك اصوات كتيره تغلطك يعني. اسمعيني انا والطيف نتيجه. طب ما احنا خطاب من الستينات اتعمل قومي للسكان، وتعمل مؤتمرات، وتعمل ندوات، والشيوخ قالوا الكلام والعلم الكلام. نتيجه ايه؟ اذا عملت يا ابني سنه 350 و400 مليون، كان ممكن ما كانتش الصين لو هي ما عملتش ان طفل واحد في العيله واللي يتحاسبوا. ما عملناش كده. لكن انا مش بقول لك انا اعمل حاجه كده. تمام. بشكرك يا دكتور سعيد، بشكرك فندم دكتور سعيد.